احنا كنا اليوم مشينا في وقفة تضامنية تمثيل حديث مع الزميل زياد الهني اللي تم استدعائه للمحكمة نهار 3 ماي يعني نهار عيد حرية الصحافة. علاش حابين نقولوا احنا بالوقفة التضامنية هذه اليوم اللي راهو حتى لو كان تحاكمونا راهو حتى لو كان نهار عيد الصحافة احنا راهو مصرين على حرية الصحافة وحرية الإعلام لأنه هذا مش حقنا نحن وحدنا، هذا حق الشعب التونسي الكل. وأنا الرسالة اللي نحب نقولها للصحفيين الكل راهو ميسالش كنا قبل ندفعوا في ضريبة واحدة اللي هي صمت، كنا ساكتين على ما نجموش نمارسوا مهنتنا بكل حرية، اليوم ندفعوا في برشا ضرائب اللي هي الاعتداءات بالعنف، الاعتداءات اللفظية، تهديدات بالقتل، محاكمات، هذا الكل راهو ما بين أخطار المهنة، مش نحنا برك راهو في العالم الكل، لكن ديما نخدموا خدمتنا وفي نفس الوقت نبقاو محضرين رواحنا لأن نخوضوا معارك ضد الناس تحب اليوم تقنن قمع الإعلاميين وتحب تتراجع بينا، خاطر احنا نشوفوا أهم مكسب اليوم بعد 14 جانفي هو حرية الإعلام وحرية الصحفيين، وإحنا معناها في الجمعية لمسنا إصرار من الصحفيين على حرية الإعلام، ما فماش رغبة في التراجع، فماش استعداد للتراجع على حرية الإعلام، هما مادام اليوم فما صحافي قاعد يتحاكم نهار 3 ماي، نحب نقول للصحفيين راهو قطاع الإعلام بخير، رانا نحن لاباس، معناها نحن رانا في ثنية صحيحة. اليوم شنو هي المشكلة اللي توجدها نقابة الصحفيين في تواجد جمعية الصحفيين الشبان؟ وعليش يذهب البعض حتى إلى اعتبار جمعية الصحفيين الشبان منظمة موازية أو يعني منظمة تقلق النقابة؟ هذه فكرة مغلوطة تماما، للأسف روجولها بعض الناس. الجمعية الوطنية للصحفيين الشبان ما عندها حتى مشكلة مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والصراع راهو ماهوش بين الجمعية والنقابة، فما حتى صراع بين الجمعية والنقابة، فما صراع بيننا نحن في النقابة بيني أنا شخصيا وبين للأسف بعض الناس في نقابة الصحفيين، والصراع راهو حالة صحية ماهوش حاجة خايبة، نختلفوا ميسالش، للأسف فما ناس مش من مصلحتها أنه القطاع يكون موحد، وماذا بها تشوف القطاع وسواء في السلطه سواء في الناس تدعي الدفاع على حريه التعبير، تدعي الدفاع على الافكار الحداثيه ولا ما غير ذلك. الناس هذوم اليوم داخلين في الصراع للاسف. انا نعاودها راهو اذا كان فما حاله استياء من اداء النقابه احنا نتحملوه الناس الكل، والمنخرطين تاع النقابه من حقهم انهم يقيموا اداء مكتب التنفيذي نتاع النقابه والمكتب التنفيذي نتاع الجمعيه ولا اي هيكل موجود في القطاع. دونك الفكره مغلوطه تماما، تم الترويج لها بغايه تفريق الصحفيين لاكثر لاقل. انا نحب نعطي معلومه للتاريخ، فما صحفيين كانوا موجودين، الاعلان على ميلاد الجمعيه الوطنيه للصحفيين الشبان كان في نقابه صحفيين، يعني اول ندوه صحفيه لاعلان تاسيس الجمعيه وهذا موثق كان تحت اشراف الزميل نجي البغوري اللي هو اشرف على ندوه صحفيه، يعني ما كانش فما اشكال، الاشكال جديد خلقته ناس بالتلسين في التراكل. اما كي ترجع تشوف الاحداث والتصاريح والممارسات اليوميه ما فما حتى مشكل بين النقابه والجمعيه. قعد الإعلام في البلاد هذه واقف على ساقيه، إن شاء الله ما يتيحش الإعلام، على خاطر كان باش يتيح الإعلام باش يتيح البلاد الكل، البلاد ديجا يشطر واقف، الإعلام هو وجه البلاد لازم يقعد واقف. الصحافة حرة حرة والإرهاب على برا، الصحافة حرة حرة والإرهاب على برا، الصحافة حرة حرة والإرهاب على برا، الصحافة حرة حرة. نهار العيد الصحفيين اللي هو يسمى عيد الصحفيين، شنو إحساسكم أنت قاعد تخدم؟ والله هذيك مشكلتنا كبيرة، لا عيد لا عيد، أقسم بالله عيد الشغل تخدم، عيد الإضحى تخدم، تصور العلال إيش كيفاه، اليوم عيد حرية الصحافة يلزمك تخدم، كان ما نخدموش حرية الصحافة شكون باش يخدمونا؟ باهي كلمة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة. ربي يخلينا حرية الصحافة، هما يا ذنوب، والله يا ذنوب. هاك تشوف معناها نقولوا اليوم نرفعوا شعار فيه اللي كل من يعتقد انه حريه الصحافه مطلب نخبوي مطلب صحفيين برك، راهو حريه التعبير حريه الصحافه مطلب شعبي مطلب مواطني، ما نجموا نعملوا حتى شيء من غير حريه الصحافه. صحافه وطنيه، عيش المحتويه، صحافه وطنيه.
الكلام اللي فيه الناطق في سوريا يؤلمنا كل. وانا كشفت العلم في كل مره نفرح ونفتح راح. تو احنا في مظاهره قطاعيه. لا لا مش قطاعيه مش قطاعيه. سمع على الصحافه. انت باش تعاوننا في حاجه. قطاعيه مش صحافه. صوره استنى. صحافه قطاعيه. باش تعطينا صوره على انك انت رافع نموذج ديمقراطي تهز معانا هذا يا تكسح صحافي ما تهزش معانا حسب سي انت عارف ما تفكش ما تفكش انا ولا قاعد نطلب البلاد قاعد نطلب منك قاعد نطلب منك بكل رجل ديمقراطي ماكش فاشي انت ديمقراطي مش فاشي صحيح وانت ضد الفاشي اللي يحب يعطيها ولاده ما تفرضش عليا ما تفرضش عليا انا مش معاك هز معايا هز معايا هذه سمع عاوني فهز معايا هذه يا تكسح يا تكسح انت الزلمه انت الزلمه جايب ولا برافو الكلمة اللي نجمو نقولوها للصحفيين التوانسة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة. نهني الصحفيين التوانسة الكل والمجتمع التونسي بنضالهم من أجل حرية الصحافة حرية التعبير وحرية الإبداع. وفي نفس الوقت معناها نحتج على عديد الاعتداءات وتكرر الاعتداءات والانتهاكات في حق الصحافة والصحفيين. على هذاك قررنا أنه اليوم هذايا ما يكونش يوم احتفالي ولكن يكون يوم احتجاجي تنديدا بالمخاطر العديدة اللي تهدد حرية الصحافة في تونس. الاعتداءات المتكررة على الصحفيين، استغلال الصحفيين في حقوقهم المادية والمعنوية، وإن شاء الله الانطلاقة تكون من اليوم معناها بالإعلان عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري. إن شاء الله تكون باش نواصلوا احنا كنقابة وكصحفيين نضالنا من أجل معناها جميع مطالبنا. اليوم معاكم الصحافة. اليوم النقابة متفائلة بحرية الصحافة والإعلام في تونس ما بعد الثورة؟ هو احنا متفائلين كيف ما حاجه تخلينا متفائلين هو التفاف الصف الصحفي معناها والنقابه والمجتمع المدني حول هالمطالب هذوما وخاصه مطلب حريه التعبير. هذا اللي خلينا احنا مواصلين نضالنا ومواصلين مسيرتنا ومسارنا من اجل مشاركتنا في الانتقال الديمقراطي كاعلام وكسلطه رابعه. ولكن معناها المخاطر هي اللي تخلينا مش ما نتفائلوش ولكن تخلينا مصرين على مواصله النضال. علاش؟ على خاطر فما محاولات عديده للهيمنه على قطاع الاعلام، لاستعمال قطاع الاعلام للدعايه كما قبل لي رجعنا للمربع القديم. ولكن هكي ترى معناها الصحفيين والمجتمع المدني والمواطنين اللي كنا صوت واحد مانيش باش نسلموا في مكسب حريه التعبير ان شاء الله. اليوم النقابه شنو تنجم تقول للصحفي التونسي الموجود على الاراضي القطريه محمود بوناب وشنو تنجم تضيف في قضيته؟ الزميل الصحفي القدير محمود بوناب نقول له احنا تبنينا قضيتك من الاول ومازلنا متبنين القضيه هذه. وبالنسبه اليوم العالمي لحريه الصحافه نحييه ونقول له راهو الصحفيين التوانسه والنقابه الوطنيه الكلنا معاه وباش نواصلوا الضغط نتاعنا على الدبلوماسيه التونسيه من جهه وعلى السلطات القطريه من اجل اطلاق سراحه ومن اجل رفع هالمظلمه عليه، لانه كل الكفاءات العربيه اللي اشتغلت مع الزميل محمود بوناب تؤكد معناها مهنيته وقدرته على الاضافه وانه مظلوم وتعرض للمظلمه ولابد من وضع حد لهذه المظلمه في القريب العاجل. شعورك كنت في اليوم العالمي لحريه الصحافه تلقى روحك تخدم؟ فرحان به كلمه بمناسبه اليوم العالمي لحريه الصحافه كصحافي اليوم اسكو ترى انه حريه الاعلام في تونس مهدده؟ لازمنا وقفه كل الصحفيين مع بعضنا ان شاء الله باش نحاولوا نحققوا احلام كل الصحفيين التونسيين ما بعد الثوره وان شاء الله بالتوفيق. الشعب يوم الحياه سلام متحن